الحمد لله الإكرام الذي خلق الإنسان مكرما وعلمه من الألبان ما لم يعلم وسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقربانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي برامي الكريم وكرائم الحكام ومكاري الشياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه جدوك الطريق الفاق عما بعد فعند علم الشرائف والأحكام وأعظم فرائس الإسلام ومن ضمن أمر به وقص عليه تعليما وتعلما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا أمي ولواي وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينا ولا برهاما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ بحاصل واخر وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلمين وقال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علمه عمل ثم كتبه الجمع يوم القيامة بلجام من النار وقال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يطوى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيبه أرضا من الدنيا لم يجد الأرض الجنة يوم القيامة يعني بها وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فعندي مفروض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن وكان آناء الليل ساجدا وكائما يحذر الآخرة ويذكر رحمة ربه قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعذب فإنه لا يذم إلا نفسه ولا يذم الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأسلمهم حياة عثمان وأفضلهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحفظة وسط الله وأسط الرسول اللهم اغفر للعباس ووالده ووالده مغفرة الله كظم باطنا لا مغادر ذنبا الله في يسهب لا تتخذه بردا من بعده فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان ذي الله في الأرض من أمان سلطان الله في الأرض أهان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون